بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلف وتمرت من قصة ما تشوفها. نعم، ماذا أخذنا؟ أي فائدة أخذنا من الدرس الماضي؟ ها إخواننا. نعم الشيخ، وانت واقف. أخذنا أهمية التوحيد. يتوحيدنا عن جوابنا تمرنا. وفضل التوحيد. التوحيد تروفات. وتحقيق التوحيد. توحيد ما رجعت عندنا. والخوف من ضده والدعوة إليه. تقارن من مفرات عندنا لبننا متأرات عندنا لبننا. أنا أساعد من يعني يقوم ويتكلم، لكن لابد نتعود على المشاركة. نعم، ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، اسأل. من تمارن كلفه ومن تمارج. باللغة الأمهرية ما في مشكلة. بامارين يوم من نسج الله. نعم يا أخي، أوقف. ماذا أخذنا؟ أخذنا فضائل التوحيد. نعم، أخذنا فضل التوحيد. يتوحيد تروفات. هل معنى إرادة المؤلف رحمه الله تعالى فضل التوحيد في كتاب التوحيد يعني أن المؤلف رحمه الله يرى أن التوحيد ليس بواجب؟ كيف؟ يعني الآن يقول فضل التوحيد، هذا معناه أن التوحيد ليس بواجب عند المؤلف رحمه الله؟ يتوحيد تروفات بلو تصفو توحيد كتصحف يزند قديت هيدا لما علتنا يا سيزنال يا نقول لا، هو قدم وجوب التوحيد اصلا يتوحيد قديت عنت كذيبا في تستمرون وذكر فضل الشيء لا يعني ان الشيء ليس بواجب يعني عندنا نجر تروفات سنتس نجر قديت هيدا لما علتنا فضائل صيام رمضان مثلا رمضان نصوم يالون فضائل سن الملك هل يعني ان صيام رمضان ليس بواجب رمضان نصوم قديت هيدا لما علتنا لا نعم غيره ماذا اخذنا نعم الشيخ اوقف أخذنا شروط الدعوة إلى الله. أخذنا شروط الدعوة إلى الله هي خمسة. وده الله سبحانه وتعالى سنت أرى أمس مسفرتوش دلوتم أيتنا. فانجا. نعم. الأول. الأول الإخلاص. الأول الإخلاص. يا مجمرو إخلاصنا. والثاني. الحكمة. والثانيو تبعنا. والعلم الشرعي. والثانيو شريعة يوكل. ومعرفة حال المدعو. أردتنيو يتتأريون هني تماوكنا. والصبر. وقلنا انقسم الناس في الدعوة إلى الله إلى طرفين وسط. وانقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين إلى طرفين وسط. مسلم كانوا مسويش كار يعلن عن نور الله مسويش ولا تعرفنا تكلم يوم تفكرين يوم أخذنا أهمية التوحيد. توحيدنا قبل قابلنا تمرنا. لماذا ندرس التوحيد؟ توحيدنا من لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ هنا الكتاب من مرتنا. سبب العداوة للشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى التوحيد. الشيخ محمد بن عبد الله ثلاثة رياض بتمكن التوحيد مهونون تمرنا. نعم، وأخذنا لهذا الكتاب أقسام عشرة حتى نستوعب هذا الكتاب. يين كتاب بدل متجنزة من دنشيل. كتابه أصل كفلو تشارلوس. بدأنا بالقسم الأول المقدمة. يا مجمرة الكفل مدبيانا. وقلنا المقدمة فيها التفسير أول شيء وجوب التوحيد. يا مجمرة التوحيد قديت عندنا. وفضل التوحيد حتى تشتاق. توحيد إيمان عندنا ندو يا توحيد التروفات تكسر. وتحقيق التوحيد حتى تحقق. يا توحيد البيت ما غيرنا عندنا بنم. قل لي هذا يترك الكتابة. أترك الكتابة يا رجل. نعم. بإذن الله وزع عليكم الكتب أو تطبعوها إن شاء الله مكتوب فيها كل شيء يا إخواننا أنا ليس عندي علم ترجم هذا لا ترجم إذن قم ترجم يا رجل ليس عندي علم أنا أنقل لكم كلام العلماء نعم نحن نريد نتذاكر فيما بيننا فقط ما التواصل في اللقاء بعض السلف يقول ما قلت لمحدث قط أعد علي مرة واحدة يحفظ. كسلف وش مفكر عنده حديث النجار دجمن للبروياتم عندي إذا تنجار يحفظه. فنحن الآن نكرر الدرس هنا يمكن ثلاث مرات أو أربع مرات. أنا أقول صوتي وعراتي دجمن لا تشوال. مرة بالعربي ومرة بالترجمة ومرة في المراجعة. عندي بقى مرني عندي بقى ربني عندي دك مسجد دجمن بمراجعة.
يدقق الآن بعد ننتهي من الدرس لابد تراجع وتتذاكر العلم فيما بينكم هذه طريقة السلف. إهنا البرنامج كتشرس بهلا مراجعة مدرج مكلس ما طنات يسفل قالي هي سلف وش من جد. تلقى أي واحد في الشارع من أصدقائك من أقربائك تقول ما هي شروط الدعوة؟ من قال لي يونا قاد الدنيا عن زمركن ستاقينيو يدعوة مسفر توش من دلنا شوية لتنكوت شلالا. الإخلاص والعلم الشرعي والحكمة ومعرفة حال المدعو والصبر يقول خمسة يذكرها له أمسنا تشغلوا أمسنا ميتكسل لها نعم لابد أن نتذاكر العلم إخواننا ما التواص قديت هذا لماذا هؤلاء يحفظون الأغاني النزاية شو لمن دلنا موزيكان يمشى مدل لماذا لنرددها سلامي دقاق دموتنوع صح يعشق الأغاني طام موزيكان سلامي يودو يدقاق دمال وأنت طالب علم أنت تمارين إيش تحب من النوع بس كتاب والسنة قرآننا حديثنا متول حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان قرآن الموجود لنا موسيقى الموجود قلتوا أن دلالة السبع سوية من شلونا قبل شيء ليس لنا علاقة بالسياسة إنك قلت كذا من ما يذكر من نتيلا شغلونا بالسياسة هؤلاء يعني تخرج سياسة تدخل سياسة أخبار إيش تريد بالأخبار والسياسة تعال بنا نؤمن ساعة أسكي نون ناتنش إيماناتنا الناجس نتذاكر كتاب التوحيد كتاب التوحيد للثوس أحسن من الغيبة والنميمة سوتين كمامات وري إزيزا كموسد مشالني هنيون طيب الآن نبدأ في القسم الثاني من الكتاب كمتعرفوا لتنيون كفل النعلم تفسير التوحيد التوحيد تفسير ما برأي الآن بدأ المؤلف يبين لك ما هو التوحيد أهم مؤلفه توحيد من دهونا ما برأي جمره الذي وجب عليك بانتنا قد يتعون به وتشوقت إليه يود الكون ولابد من تحقيقه ما رأي قد يتعون به والخوف من ضده والدعوة إليه قال خذ من هذا الباب إلى نهاية الكتاب توحيد أريد أبين وأظهر لك التوحيد لكن رحمه الله فسر التوحيد بضده شيخ الله يزن الله توحيد بثك أراني وأبرر توتر وبضدها تتبين الأشياء نجروش بثك أراني شو قلت هنا لنا التوحيد ضد الشرك توحيد يشرك ثك أراني القيام ضد القعود ما قوم يمكن ثك أراني العلم ضد الجهل أوكات يمايين ثك أراني فبين المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الأول أنواع الشرك الأكبر أربعة يمجمر يوقف الليل يشرك أين توتشن أراتن قلت هذا الرب الأول الشرك في الدعاء يمجمروا بدعاء ما شارك الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء كهولتي كفلة دعاء عبادة ودعاء مسألة يا أملكو دعانا يا تياكي دعاما دعاء العبادة صرف لغير الله أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر يا أملكو دعاء يتنيوم كالله وجي أصالفه من ستهل شركنا صلى صام حج لغير الله سجد صوم حج هذا الرجل نقرئك الله سبحانه وتعالى وجل لك الثاني دعاء مسألة دعاء طلب ولتني ودمه يتجاهل مفلك دعائي يا مفلك يا إخوان هؤلاء الصغار لا يمنع من المساجد وندمو تشوي الذي نزانات كمسجد مكلك يجلس في المسجد وتراقب هذا الصغير لأنك في يوم من الأيام تبحث عن هذا الصغير إذا كبر تقول تعال إلى المسجد صح أو لا عندما يكبر الآن تقول تعال المسجد طيب لما يتربى هو الآن تطرد الآن من المسجد لماذا لابد أن تدخل المسجد وتحافظ عليه قد قبوا هذا مسجد اندي قبوا مفلق هاي كرمنا أهونونو مسجد يلمنو ما دقم شارع لباتشو نعم وهكذا كان السلف سلفو تاتشن اللي نبرو كانوا يأتوا بالصغار في المسجد ويعطوهم شيء من الألعاب حتى يعود الصغير على الصيام مسجد يعني طاتشو النهزاناتن يهونا مجاو كان قريب يسطاتشو
ጾምን እንዲለማመዱ ያደርጓቸው ነበር يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله وان انسى فلن انسى رجل ارجعني من الصف الاول لانه تقدم الى الصف الشيخ بن عثيمين رحمه الله الصغير يريد يصلي جاء الكبير وارجعه من الصف كل من تقدم الى شيء فهو حق به الشيخ بن عثيمين رحمه الله كمايرسوت ነገር መካከለ አንደኛው ልጅ ይያሉ ሶፍ ላወል ይያሉ አንድ ሰው መጣና ከሶፍ ላወል አባረራቸው ይሄን ነገር አይረሱትም ነበር الشيخ بن عثيمين رحمه الله نعم حتى قال ابن سعد رحمه الله عندما سالوه قال من يخلفك في العلم قال هذا الصبي اي ابن عثيمين رحمه الله ابن سعد انت بعلم يمتكمان لو تبرس يتيقوا ايه حصان نوع ايه حصان ميلوت ابن عثيمين انه رحمه الله فلا بد ان اهتم بالنشأ الذين يجوا بما صدق لي تكره النار اللي يكبال نعم والله كنت في دوله من دول اوروبا عندي اوروبا يونا غير لي نبركوا وتكلمت عن الدعوه الى الله ودا الله سبحانه وتعالى ما ترات اندالبن ولا بد ان اجتهد في الدعوه دعوه اللي متاجل اندالبن تناقركم وتوقفنا مثل ما توقفنا معكم ربع ساعه عندهم توقفنا يا ربع ساعه يمهون تناقركم الصغار هذول خرجوا الى الشارع حصانات ودنن قالوا ويمسكوا في الكفر يدخلهم المسجد يقول تعال دعوه الى الله تعال الى الشيخ اسلم كهذيانن يطرعوا شيخ الذي ما يستمر نو غبو يالو يطرو جمر والله دخل الاول اسلم عندنا جبانا سلم السبب هذا الصغار يزيد يطبق العلم اما الكبير يطبق العلم نعم هذه ترجمها انت نعم ايه يسالج يتمارون ነገር በተግባር ይያለ ነው ትልቁ ግን يتمارون ነገር ጠቅሎ ያስቀምጣል الدعاء ينقسم الى قسمين دعاء بهولت ይከፈላል دعاء عباده ودعاء مساله يعملكو دعانا يطياقي دعاء الله دعاء العباده صرف لغير الله شرك اكبر دعاء عباده ميبالو كالله سبحانه وتعالى وجه يعلم عباده مسلف نو يتلقو شرك نو دعاء المساله ينقسم الى قسمين دعاء مسألة يجي دعاء مبالغ كونه يتكفل الشرك فيما لا يقدر عليه الا الله صرفه لغير الله شرك اكبر الله سبحانه وتعالى انجي لنا بما يشلون غير اصلفه بس في شرك يطلب من صاحب القبر انزال الغيث الولد الرزق شرك اكبر لا يقدر عليه وهو حي فما بالنا وهو ميت قبرس كتكبروا سو رزق يمفلك ذناب اللي وردت يمفلك كونه يتلقوا شركنا هذا لا يقدر عليه وهو حي الميت فما بالنا وهو ميت شرك اكبر ይህ በህይወት ያለ የማይችለው ነገር ከሞተ በኋላ እንዴት ሊችል ይችላል? ይህ ትልቁ ሽርክ ነው። اما الطلب من المخلوق اطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه هذا يصح بشروط اربعه በህይወት ካለ ሰው የሚችለው ነገር መፈለግ በአራት መስፈርቶች ይቻላል። اقول لهذا مثلا اعطني قاروره ماء لازمني ولا مثالي يزين وها ستاي لذا ይችላል ነው። يصح بشروط اربعه አራት መስፈርቶች ከተሟሉ ይቻላል። ان يكون الطلب من حي لا من ميت يفلكوت ነገር يفلكوت بهوت قالنا انجي كموت ما هون يلبت ميوت ان يكون الطلب من حاضر لا من غائب يعني لا يمكن اطلب من انسان وانا في اثيوبيا هنا اطلب منه وهو في الهند ازيون يا غابروي قالله سو انجي روك قالله سو مفلك يلبني لمثاليه ايتيبيا انا يلوت هند قالله سو مفلك يلبني نعم ان يكون الطلب من حاضر لا من غائب ازيون قالله سو انجي روك قالله سو ما هون يلبت ان يكون الطلب من قادر لا من عاجز يعني لا يمكن يطلب من انسان مشلول يقول اعطني كاسه ماء انسان ما يتحرك شبا يهون ما يتحرك انسان ايهنن واسطين للم ما ان اعتقد انه سبب لا يضر ولا ينفع عندهم بوسي ما من اللبي يه سبب انجي لتكم ليقود عندهم ما يشلم ما من مشال اللبي ومثل هذا الاستعانة لك انذيهم استعانه متفاجئ لك انذيهم انا اقول لهذا الاخ اعني في حمل هذه الطاوله ان ترابيزه لمانسات اغزين لو يشلال يصح بهذه الشروط الاربعه انذيه ارات مسفرتوش مموالات اللباچ غارقه في البحر وهو سمته ينادي هذا على الشاطئ انهم دارنا يالون سو ليطروا يشلال يقول اغثني درسني لي لو يشلال يصح يتشالن بهذه الشروط الاربعه يصح بالنزي انا ما صرتش كونه يتشالن هذا يريد الدخول مثلا في الجامعه عندنا يونيفرسيتي مغبات يفلغان وجاء لهذا دكتور في الجامعه عندنا ولا دكتور يونيفرسيتي دكتور اسمانينا يقول اريد ان تشفع لي حتى اقبل في الجامعه
يصح بهذه الشروط الأربع. نعم. إذن الدعاء ينقسم إلى قسمين. دعاء كولد كفلا. عبادة ومسألة. عندنا يوم بيكون ولا تقدر تجاكين. المسألة الطلب إلى قسمين فيما لا قدر عليه إلا الله شرك أكبر. يتجاكين ودعاء دم ولا تعرفنا. الله نجي ما الله نجي فطران ما يجي بتكونه تلمو شركنا. فيما يقدر عليه المخلوق يصح بشروط أربعة. فطران يجي بتنا كونه دم وهرات مسرت وجسبكم. هذا الأول الشرك في الدعاء. يمزم مرع بدعاء ما شرك. الثاني الشرك في الطاعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الله بمون جلي فطران المتازز إلنا. الثالث الشرك في المحبة. نحب الله ولا نحب أحد مع الله. الله سبحانه وتعالى نودالن كالله قادم عن من ما نود. أين محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؟ يهدن سن رسول مولداتك إلو تشن نبيات مولداتك تحت محبة الله. الله أنكم ولداتن بتاج يالنا نجر. الذي يرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرتبة جبار السماوات الأرض هذا يكفر كفر أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى ذلك كالله قال كل ما درجات شوصا يه كفر فتموال. الثالث شرك في النية والإرادة والقصد. والثانية بنيانا بفلاقوت ما شاركنا. لا نعبد إلا الله. الله ننجي أننا ملك. لا نصرف شيئا من العبادة لغير الله. كالله وجهي عندهم عبادة الله وجه الله كلا نستن. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب خطير جدا. كذا مؤلفه بدأ ما صار يوم من رئيس عملته مالك كذي كتبه. وهذا الذي تراه الآن كثير جدا في البيوت في السيارات على الأولاد. إيه هون ميتة كصنجر بتعم ببزو مكينوش بيتو تشوس ببزاتي من الملكة. يضع على البيت رأس ثور. رأس ثور. بيتوس يا برين تنقلاتي مياس كمت على. أو يضع قرون. وين لما كان دي مياس كمت على. أو عين. وين عين مياس كمت على. أو أي أعضاء من الحيوانات رجل أو ذيل أو جلد الحيوان مثلا. وين هون خمسات هون عقاب الجلد يوني كلام مياس كمت صار. أو يضع كف. وين المجاف مياس كمت على. أو خرزة زرقاء. وين قلف مياس كمت على. أو يضع القطع الحديد اللي في رجل الخيل الفرس. وين دمو يا فرس قلنا يمد الرجون برد. ندش أمام على نص مياس كمت على. أو بعض الخرق القديمة السوداء يعلق على السيارات. وين دمو هذا عروقي يدرو يلبس وتقر لبسوتش ما كنا من ينتظر. أو بعض الأشياء من البحر. وين كبحر هنا نجي يا ناس كمت على. لماذا أو يكتب بعض الكتابات؟ وين يهون أنا اللي نسيت كذا؟ يكتب على السيارة مثلاً. ما كنا أنا اللي نسيت كذا؟ الحسود لا يسود. مكينا ألف لازم. دين الأبوي. أو عندنا يقول عين الحسود فيها عود. نعم يعني الحسود ترجع في عينه تخرق يعني. يصبح أعمى. يا أخي لماذا تضع هذه الأشياء؟ قال لأن أسباب لدفع العين. نقول هذا الشرك أصغر. وإذا قال لا هذه هي بذاتها هي التي تدفع الجن والشياطين. هذا الشرك أكبر. عندنا من يضع هنا في أثيوبيا هذه الأشياء. نعم إذا نحن بحاجة للتوحيد. نعم هي يعني لسنا هنا توحيد المصطفى. وتحذير من الشرك. شرك من الناس تنقبل. النبي صلى الله عليه وسلم كان لديه أولاد. رسول الله صلى الله عليه وسلم نجوشنا براتش وبيت بيتنا براتش ودواب نسسرنا براتش وضع شيئا من هذا نزل نروش ياسس النطط نجر على لا لا بفتسم إلا من الذي يحفظ لنا هذه الأشياء نزل نروش يميت بكل ما نم الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت هيو بهونا ونا بما يموتوا فالله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى ليس من يميلون القرآن كذا نقول الرقية تنقسم إلى قسمين رقى كونت كفلا من ملكة شرعية وشركية شرعية هنا رقى
شركي يونا رقال الرقية الشرعية لابد فيها من شروط ثلاثة. اختل شرط من الشروط الثلاثة تنتقل من شرعية إلى شركية. الأول أن تكون الرقية من الكتاب. كقراءة الفاتحة. أو من السنة كقول أعوذ بكلمات الله التامات أو من باب الدعاء يقول يا حي يا قيوم بأسماء الله وصفاته يا حي يا قيوم اكشف ما نزل بي إذن الشرط الأول أن تكون الرقية من القرآن أو السنة أو بأسماء الله وصفاته دعاء الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم مفهوم مسموع أن تكون الرقية بكلام معلوم لا كلام مجهول يعني ما يمكن يقول أو خربوش طربوش لا ندري إيش معنى هذا الكلام الأول أن تكون الثاني أن تكون الرقية بكلام معلوم لو قال خربوش مثلا إحنا ندري إيش خربوش لا باللغة العربية ولا بالأمهرية هذا خربوش معلوم مفهوم لابد أن نفهم الكلام لأنه لا يستطيع أن نقول نقول لا نريد نسمع إيش تقول نسمع الحروف نعم مخارج الحروف يعني نعم حرف يسمى مهنا اللبت وأن تكون باللغة العربية لا يوجد عندنا رقية باللغة الأمهرية باللغة الهندية باللغة الإنجليزية لا يوجد لا مانع أن يدعو باللغة الأمهرية لكن أسماء الله يذكر الأسماء كما هي في اللغة العربية يقول يا الله ثم يقول مثلا زوجني ما أنت لك هذا الدعاء طيب. نعم بامرني على هذا الكلام نجربني الله سبحانه وتعالى سموك إن دان بعربني هنا تمام الشرط الثالث صوتني يوم السبت أن يعتقد أن الرقية سبب رقية سبب مهم ما من ترى والذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى يعني متى كفوت من يمسان بدات الناس وبدلك الله سبحانه وتعالى نجي إلى أن تظن ما هو عندنا مشكلة كبيرة جدا إن هذا كان بدو شكر كثير من الناس يبحث عن الرقى وفي بعض الناس فتحوا أماكن مراكز للرقية إن شاء الله ما عندكم شيء هنا لا يوجد نعم امشي الأصل أن نعلق الناس بمن بالرقى هم الذين لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم نعم بمسرات سوتشن ما نبلت يعني من كروك على سام كالله قالنا حاجة زين لا تتكسر روك عن كريم سوتش ما يفلقون على شويرا لا مانع أن جئت إلى أخي وجدت مريض أو به شيء أقرأ عليه لكن هو لا يطلب لأنه لو طلب يخرج من 70,000 سويه يتعمم سوزن هجي روك بادر قلت شكرين ندرجن يتعمموا صوراسو روكان مفلق اللبته إيه من كادر رجع كسباش سويش وجه هنا رجل اتصل بالشيخ بن باز رحمه الله عنده هذا صو الشيخ بن باز قال أول وقال أخي مريض وندميت هموال نريد يا شيخ تقرأ عليه شيخ عندي كربة مفلق لنا قال هو يقرأ على نفسه راسه يقرأ على بن باز قال هو مريض هموال رجع قال اقرأ عليه أنتم أنت راسك رابطه قالوا نحن لا نحفظ القرآن قال اقرأ على الفاتحة الفاتحة رقية قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة قربت فاتحة رقية نات قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قرأنا عليه ولم يبرأ فاتحة قربت من المال تشارون قال يبرأ بإذن الله بالله سبحانه وتعالى فقال الأصل نغلق هذا الباب نعلق الخلق بالخالق
ዋናው ማድረግ ያለብን ነገር ይሄንን ባብ ዘልተን ሰዎችን ከአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ጋር ማስተሳሰር ነው። نعم التمائم كل التمائم من الشرك حرص كل ما ينت الشرك سواء تعلق في الرقبة في اليد في الرجل في السيارة على الأولاد على الدواب عنقت لي الجرى كل من غير لي انسسالة يمين تلتر كل شركنا كلها من الشرك كل شركنا إلا إذا كانت من القرآن كقرآن اسكال هم الدرس فهي محرمة كقرآن كهنا حرام لماذا حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لدخولها تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم بمجمل هذا الرجال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم سيبوا سلمي كاتثنا ابن مسعود وغيره من السلف كره التمائم والكراهة عند السلف التحريم ابن مسعود قال له السلفوش كقرآن بهن التوتال حرام نبلوتا فيها امتهان للقرآن لأنه هذا يدخل بالتميم الحمام أحيانا قرآن زك ما تغلب ما لفت بكثير ما أنسى قرآن أن تتلوش انت بيت القبيش وفيها فتح باب شر على الناس كيف عندهم يشر برنا سوس من كفت الله هذا يعلق تميمة من القرآن إن يوصف قرآن أن تتلوش وهذا يراه يعني يوصف ملكتهن يظن أن التمائم كلها جائزة من القرآن ومن غير القرآن هي زمان تلت القرآن بيهون قرآن بيهون يمين شاك نصدون نغلق الباب إيمن بر مزقات هذا هل النبي صلى الله عليه وسلم لبس التمائم رسول الله صلى الله عليه وسلم هي زمان تلت الصحابة صحابة ليش لا 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 جلبه بل قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا إلا ضعفا في الاعتقاد وفي البدن رسول صلى الله عليه وسلم إيهنن كانت أصوبتنا يلوز الصاكو دكام منجي أتأمر لهم أمنت كنت هذاك ما هل تشجي إلا من المنقرات ستأهم بلوت هذا لكن أنت تنصح لتمكري كفا وتقول يا أخي قال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها رسول صلى الله عليه وسلم إيهن نقر أصوك بلوت هذا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا يحيز عن فرين دالة بتموت بفس الفلاحة وطن بلوت هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يهي رسول صلى الله عليه وسلم بيقرنا ثم هذا الذي لديه تميمة حيث أن ثلاثة لسو لو نسيها يوما من الأيام وخرج يهون الآن حيث رسو سعين ثلاثة كبيرة بيوتا هذا يصبح مثل المجنون يرجع بماشر لك عند الإرجاء نرجونا طلوب الأدمية الملفة من الذي يحفظنا؟ من الذي يتبكن؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها. كخولة بنت حكيم دتلفوا الله سبحانه وتعالى سران جلاتنا. قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. يا الله من الدنيا صلى الله عليه وسلم سيرسا من شالله. من نزل منزلا أي منزل. يهون مطر يعرفه. مسجد. مسجد يهون. بيت. بيت يهون. في غابة. برهم مطر. في بحر. بهرس يهون شلا. كهف. واشاوس ليون تشلا في الجو اير لا ليون تشلا اي مكان ينزل فيه يتم بوتا عرف سو يقول قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يعني يقول هذا الدعاء اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ترجم ولا لا نعم ايهن يا له سو اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يميلون يا له سو ما النتيجه وتيته من يونان ما الفائده تكمو من دنا دعاء مختصر بطعم اتشف دعانا قال لم يضره شيء من ابن اجر اي بودا امه شيء من 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 الجن جن ليون تشلال من الدواب انسسال ليون تشلال من الحيات افاعي فنادى في انسسال ليون من الامراض بشتا ليون تشلال من الانس ثول ليون تشلال كل شيء كل من اجر حتى يرحل من منزل ذلك كذاب وتا تنستو غزاون استيكتل درس الذي يتكاسوا نغروش كله يغودتم احسن من التميمه كتميمه مشان واحسن بعضهم يقول من التطعيم الان انا نزلت الى اثيوبيا اقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ما احتاج تطعيم نعم ايش تطعيم نعم هم يقولوا لازم تطعيم عندنا نعم انا كيف يعمل تشسر من عندكم يعني قلت هي من دعاءكم اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعم اذا هذا الدعاء مختصر لكن فائده عظيمه يدعى بتام اطر نو نجر بن تقمه بتام بزو نو قال القرطبي رحمه الله امام القرطبي انجيل وقد جربت ذلك يقول انا مجرب هذا الحديث يهن الحديث بتكبر سرتشبت الله هلال حتى اني دخلت ذات يوم الى منزلي ولم اقل فلدقتني عقرب
የሆነ ጊዜ ወደ ቤት ገባሁኝ ነገር ግን ይሄንን ዱዓ ረስቼው ሳልል ቀረሁኝ የሆነ ግንት ነደፈኝ ይላል التبرك طلب البركه بركان مفلك التبرك ينقسم الى قسمين كولت كفلن ملكتوال مشروع وممنوع يمفقد الله يتكلكل التبرك المشروع اما ان يكون بامر شرعي يتفقدوا شرعي بهونه نغرنا هذا يصلي مع الجماعه يقول السلام على الجماعه بركه عندنا يوم صلاه الجماعه اطلقوا يسجدال بجماعه مسجد بركه الله يلا لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لمن رسول صلى الله عليه وسلم يهن من سلاله 27 درجه هاي سبات درجه الله سلاله هذا يقرا القران هين يا وندماش لما قران يقرا لماذا قال قراءه القران بركه لمن ستلو قران مقراس بركه انه يلا الحرف الواحد بعشر حسنات عن حرف عم ببل اصر من دان ناقين يالا يصلي في المسجد النبوي في المسجد الحرام يقول الصلاة في هذه المساجد بركة ألف صلاة ومئة ألف صلاة مدينة مسجد النبوي يسجدال مسجد الحرام مكة يسجدال نزي مسجد المسجد بركة الله يلا لمن باندشي بمتوشي سلمي باز أرض فلسطين أرض مباركة فلسطين مريت تبارك مريتنا نعم هذا تبرك بأمر شرعي شرعي بهون نجر تبرك ما ذكر إبان عليه الثاني التبرك بأمر محسوس ملموس ሁለተኛው ደግሞ ተጨባጭ በሆነ ነገር በሚዳሰስ ነገር በረካ መፈለግ يقول مثلا كتب الائمه الاربعه وعلم الائمه الاربعه وضع الله سبحانه وتعالى في علمهم البركه انتفعت الامه ለምሳሌ የአራቱ መዝሐብ ኢማሞች ዒልማቸውና ኪታባቸው በረካ አለው ልንል እንችላለን نعم يقول مثلا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد كتاب مبارك يا الشيخ محمد انتفعت الامه به يا شيخ محمد بن عبد الوهاب كتابوك بركه ترغبواچو عندنا نشلاله كتاب التوحيد من ذا مكنياتو امه يتتكمبت سلاهونه اذا التبرك مشروع اما بامر شرعي او حسي شريعه يهونو تبرك شريعه يهونو نغروش نو وينم بميداسسو بميتاوقو نغروش واذا لم يثبت فيه شيء لا شرعا ولا حسا اصبح تبرك ممنوع شرك اصغر وقد يصل الى الاكبر በሸሪዓዊ መረጃ ተረጋግጠ ከሆነ ወይ ደግሞ በጋሃዱ ዓለም የተመለከተ ካልሆነ መሰለህ ይህ ትንሹ ሽርክ ይሆናል يتمسح بالعلماء علماءችን ሄዶ የዳሰሰ በረካ ይገልጣል يقول بركاتك يا سيدنا الشيخ بركاتك شيخاችን جسد يتمسح بالاحجار بالاشجار ድንጋይ ዛፍ የነካ በረካ ይፈልጋል بتربه القبور የቀብር አፈር በመንካት በረካ ይፈልጋል يقول قلمي هذا قلم مبارك ይህ የነብል يتبارك بالرميله ادخل الاختبار الاسئله الخطا اكتبها صواب فتنادوليتشي سدد بيون انكم تصفونا تكلكل هنا خاتم مبارك اذا لبست هذا الخاتم ادخل على الوزير لا يردني بطام يتبارك قلبت نو ايه قلبت يلال ايهنن قلبت كادركوي بالسلطانو قام مغبات تشلالو يلال يتمسح بجدران المسجد النبوي مسجدران الكعبه يتمسح بالحجر الاسود تبرك ممنوع شرك اصغر يا نبي صلى الله عليه وسلم يتمسح يعني نعم بمداسس بركه يفلقال كعبا بمداسس ايه كله مكاتف نو زي لا نقبل الحجر الاسود على انه حجر لا يضر ولا ينفع حجر الاسود انسمالن نجر جن امنتاچن يميتكن يميغودا يميتكن يما يتكلم كما مناچن غارا ترى بعض الناس عندما يذهب للحج والعمره قال اريد حجر تاتيني بحجر من المدينه او من مكه او تكسر لي شيء من الكعبه نعم او قال هذه السجاده من المدينه النبويه مباركه ممنوع نعم عند سوا حج سيهد كمكه او كمدينه يهونه دنگا يامطالني وي دمو ككعبه يهونه نغير فرفره يامطالني يلوا وي دمو يي منطافو يمدينه منطاف نو يلال تربه القبور يقبر عمر نعم الذبح مارس نذبح لمن لمن من نار لاصحاب القبور لقبر بعد للجن لجننا من نار شرك اكبر ايش تلقوا شركنا الذبح محبة وتعظيمة لله سبحانه وتعالى ارس كما نعلمنا كمودد غرا مهون يلبس الله سبحانه وتعالى بتش ومن ذبح لغير الله محبة وتعظيمة كالذبح للجن لاصحاب القبور هذا الشرك اكبر كمولدنا كما نعلمنا الله سبحانه وتعالى وتشلالو اكالات يارد يه شرك لكن يقول هذا انا اذبح لاني تاجر ابيع اللحوم
አንደኛው ምን ይችላል እኔ ማርደው ነጋዴ ነኝ ሰጋ ነጋዴ ነኝ ለመሸጥ ነው ይችላል هذا ذبح جائز ايه የሚፈቀድ ነው يذبح حتى ياكل جائز ሊመገበው የሚያርደውም የሚፈቀድ ነው اذا عندنا ذبح لله አንደኛው ክፍል ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማረድ ነው الاضاحي الهدي هذه يقول يشلون المضحيه يقول يشلون ذبح لغير الله محبه وتعظيما شرك اكبر فالله سبحانه وتعالى وتعالى اكلات ما نمدلاتنا كما لا نتجر ينيو شركنا ذبح للجن لاصحاب القبور لجننا قبل والدته ما رد وعندنا ذبح جائز حتى ياكل او يبيع جزار يمفكرن عينت على ليشطوا لمساصل المدروس نعم النذر سلف النذر ينقسم الى قسمين سلت كولت كفر نذر لله ونذر لغير الله لا الله سبحانه وتعالى مسالنا فالله سبحانه وتعالى وجل الله قالت مس النذر لغير الله شرك اكبر كالله سبحانه وتعالى وجل الله قالت مس تلقوا شرك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر رسول الله صلى الله عليه وسلم سلت الكلام وقال انه لا ياتي بخير سلت خير يزايت ام بلا اذا لم ياتي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نذر رسول صلى الله عليه وسلم تسلوان من نذر المنتان نعم لكن لو نذر انسان لغير الله هذا شرك اكبر عند سوك الله سبحانه وتعالى وجل الله قال بيصل يتقام شرك هذه مقاصد القسم الثاني يهي ولتنيا وكفل انقار نتبنا ذكرنا فيها تفسير التوحيد انواع الشرك الاكبر اربعة يتوحيد ما رأى يشرك الاكبر عينت يمنا يبثنا شرك في الدعاء بدعاء ما شرك والمحبه بمودد ما شرك والطاعه بمنتظر والنيه والاراده والقصد عندهم بالايمان بالتعلق ما شرك وقلنا اخذنا الشرك في تعليق هذه الاشياء على البيوت على الاولاد وعلى السيارات والدواب بيت لا انسان يجوز شبكنا له بما تنتظر يالون شرك تملكنا وفرقنا بين الرقى الشرعيه ورقى الشركيه شريعه يونو نوركنا يشرك يونو نوركم ليت تملكنا والانسان قلنا يقرا على نفسه عند سوق راسه لمقاطع اللبس ولا توهم لان بعض الناس يتوهم انه به السحر به عين يقول الناس تحسدني يعني ما في العالم الا انت نعم تتبعت بعضنا نجر زنبرو حسابوس مغبات يلبس سير سينور بس سير اندالبس ما سبب يلبس نعم واخذنا ان التمائم كلها من الشرك واذا كانت من القران فهي محرمه لا تجوز التمائم كلها من الشرك حلف كله شرك الا اذا كانت من القران فهي محرمه لا تجوز القران قلنا ان حرام ما يفكر اخذنا التبرك تبرك انت ما قلت مشروع وممنوع يفكر ان يمكن بامر شرعي او بامر حسي مشروع شرعي هنا درجه يمتنا بتجباجه من الملكه هنا مشروعنا والا شرك اصغر قالوا ما قلت اخذنا الذبح لله ولغير الله الله سبحانه وتعالى وجه مارته الله ما رضي بيلون والنذر سلفنا واخذنا من قبل الاستعانه استعاذه استغاثه شفاعه يصح ان تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بشروط اربعه كذلك من يقول هذا المبنى قال الله سبحانه وتعالى غزان مفلك شفاعه يمساصل النغروج باران مسرس اندنشال تملكتنا نعم واخذنا دعاء مختصر اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نعم ثم ناخذ القسم الجديد والله اعلم